ميليشيا الحوثي تواصل استهدافها للمناطق السكنية في الحديدة وتوقع شهداء وجرحى. الميليشيات تلجأ إلى منابر المساجد لحشد المغرر بهم إلى جبهاتها المنهارة. في الأسبوع الدوري لنزع النساء السلاح، العالم في موقف المتفرج على ما يجري في اليمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا. استشهد 3 مواطنين بينهم طفل بانفجار لغم من مخلفات ميليشيا الحوثي في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، وأفادت مصادر محلية وطبية أن الضحايا من أهالي الدريهمي كانوا على متن دراجة نارية جنوب منطقة الطائف عندما انفجر بهم لغم حوثي، وأضافت أن الضحايا توفوا على الفور، جماعي خادم زاهر وطارق إبراهيم محمد مغلسي والطفل حمود جابر عياش. وفي السياق أفاد الإعلام العسكري أن فريقا من هندسة القوات المشتركة توجه لمسح المنطقة والتي سبق أن تم نزع وتفكيك كميات كبيرة من ألغام الميليشيات الحوثية منها والمناطق المجاورة. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة من قبل هندسة القوات المشتركة وما حققته من نجاحات، لا تزال ألغام الميليشيات الحوثية تشكل كابوسا يؤرق أهالي الساحل الغربي، حيث لا يكاد يمر أسبوع دون وقوع ضحايا. وفي مديرية حيس أصيب مواطن بجروح خطيرة جراء إصابته بطلقة عيار قناص حوثي. وقال مراسل اليمن اليوم إن المواطن أسامة علي حكمي أصيب في مؤخرة رأسه بطلقة قناص حوثي أثناء ما كان يعمل في بناء أحد المنازل في حي ربع الحضرمي، وصفت إصابته بالخطيرة. وأضاف المراسل أن الأهالي هرعوا لإسعاف المصاب إلى النقطة الطبية التابعة للواء 7 عمل، وأجريت له الإسعافات الأولية، ومن ثم تم نقله إلى المخا لإجراء العلاجة اللازمة. وفي تحيتا استهدفت ميليشيات الحوثي الأحياء السكنية بالقذائف المدفعية. وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي استهدفت الأحياء السكنية ومنازل المواطنين الواقعة شرق مركز المدينة بقذائف الهاون الثقيلة. وأضافت المصادر أن الاستهداف الحوثي تسبب بحالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين القاطنين في منازلهم. لجأت ميليشيا الحوثي إلى منابر المساجد للتحشيد لجبهاتها والدفع بالشباب والأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى محارق الموت بعد أن تلقت خسائر بشرية كبيرة في جبهات القتال. تتخذ ميليشيا الحوثي من منابر المساجد وسيلة لتحشيد مزيد من الشباب والمغرر بهم والدفع بهم إلى الجبهات من خلال الدعوات المتواصلة عبر خطباء المساجد الموالين لها للشباب وأبناء القبائل إلى سرعة الانضمام إلى جبهاتها في حملة تجنيد متواصلة تستهدف الشباب والأطفال ممن تدفع بهم إلى محارق الموت، ولم تكتفي بمن استقطبتهم عبر عقال الحارات والمشايخ لتلجأ إلى خطباء المساجد. الحملة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي تعد الرابعة في غضون أشهر قليلة، وأشارت مصادر محلية أن الميليشيا شددت خلال الحملة الأخيرة على البدء بتسجيل مزيد من المخدوعين في صفوفها بتعبئة أسمائهم وبياناتهم في سجلات يحملها مسلحين حوثيين عند بوابة كل مسجد من أجل إخضاعهم لتلقي دورات تسميها الجماعة بالثقافية استعدادا للدفع بهم إلى جبهات مأرب. الخطوة الحوثية الأخيرة جاءت بناء على تعميمات أصدرتها قيادات بارزة في صنعاء ألزمت خلالها خطباء المساجد بالدعوة إلى التحشيد للجبهات، خصوصا جبهات مأرب التي كبدتها خسائر بشرية كبيرة منذ فبراير الماضي. ويرى مراقبون أن عودة الميليشيا للمصلين يكشف فشلها في حملات التجنيد التي تنظمها بين الحين والآخر. الاستنجاد الحوثي بالمصلين ودغدغة مشاعرهم وإقناعهم بمختلف الأساليب التضليلية لتسجيل أسمائهم في دورات تعبوية تنتهي بالزج بهم في معارك عبثية قوبلت بخيبة أمل مع رفض غالبية المصلين الانقياد لهذه الدعوات الداعية للكراهية والاقتتال بين اليمنيين. الجماعة وكل ما ضاق بها الحال وتلقى ضربات موجعة وقاسية في مختلف الجبهات تلجأ إلى مؤسسات التعليم ومسؤولي الأحياء والحارات في صنعاء
وغيرها لشن حملات تحشيد وتجنيد إجبارية يكون أغلبها ضحاياها من الشباب والأطفال. إلا أن المساجد بعد تهجينها واستبدال خطبائها جعلت منها أكثر الأماكن التي تستغلها للتعبئة والتحشيد والترويج لفكرها وشعاراتها العنصرية المقيتة. معنا عبر الهاتف الشيخ محمد بن راجح عضو جمعية علماء اليمن. مرحبا بك معنا شيخ محمد. بما تفسر لجوء ميليشيا الحوثي إلى منابر المساجد للتحشيد لجبهات القتال؟ أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين والمتابعين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، لا شك أن الحوثي مني بخسائر فادحة ومني بفضائح يعني حاصلة، وبانت بذلك عورته وكشفت بذلك سوءته، وبان الخذلان والبغض من الشعب لهذه الميليشيات العنصرية، وأنه ليس لهم حاضنة وأنهم مبغوضون. ومن أجل ذلك استطاع الحوثي أن يحشد إلى مأرب ليقتلوا هناك وتأكلهم الكلاب والضباع والنسور، ويعني يتعرضون إلى الهلاك والموت وبطريقة وحشية بربرية من قبل الحوثيين، وهناك يغررون على أبناء المسلمين. ولقد وصل المقتولين في حدود مأرب من الحوثيين إلى ما يزيد على 25,000 من القتلى والصرعى، الذين هم عبارة عن زنابيل وعبارة عن زبانية وعبارة عن جسر يعبر الحوثي عبر جثثهم وأبدانهم ودمائهم وأشلائهم ورقابهم إلى السلطة والثروة على حد سواء. ولهذا الحوثي لما شعر بهذا العجز وشعر بهذه الفضيحة النعراء، وأصبح يذهب بهم ويردهم مصندقين ويردهم قتلى ويردهم إلى المقابر، وهناك نسبة كبيرة جدا لم يؤخذوا بل ضاعوا وتاهوا وأصبحوا للكلاب والهوام تأكلهم. حينئذ لجأ الحوثي إلى هذا الأسلوب الهمجي البربري بتحشيد الناس من بيوت الله تبارك وتعالى، بدلا أن يعلمهم دين الله لأنه لا يعرف، أصبح يسوقهم إلى المعارك وإلى الموت. نعم، في رأيك إلى متى سيظل الأهل يدفعون بفلاذة أكبادهم إلى محارق الموت الحوثية في مختلف الجبهات؟ سيظلون يعانون ما داموا يطيعون هذه الميليشيات الإجرامية الإيرانية العنصرية الإرلوية، ما داموا يسمعون ويطيعون لهؤلاء السذج ولهؤلاء الرعاع فإنهم سيدفعون الثمن باهظا. ولهذا الحوثيون بدأوا يستخدمون أسلوبا للضغط من نوع آخر يدل على قذاعتهم وقذارتهم وفجورهم وإجرامهم، وهو أنهم يأخذون بعض الأطفال وينتهكون أعراضهم، ينتهكون أعراض بعض الأطفال، حتى إن بعض الآباء قتل ابنه لما شعر أن الحوثيين أخذوا ابنه ووقعوا فيه بالجريمة واللواط، ذبحه من شدة الغيرة. الحوثي حشد النساء تحت مسمى الزينبيات، وحشد الشباب وحشد الأطفال، وحرمهم من المساجد. نعم. وحرمهم من المدارس وحرمهم من الجامعات. نعم. ليسوقهم إلى مصارعهم وإلى أماكن الفناء والموت. شكرا لك شيخ محمد بن راجح عضو جمعية علماء اليمن، كنت معنا عبر الهاتف. استقبل رئيس الوزراء سفراء دول أوروبية في عدن لدعم جهود الحكومة في تحسن الوضع الاقتصادي واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض. وفي اللقاء الذي ضم رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك وبعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، تم التأكيد على أهمية الدعم الأوروبي لليمن في هذه المرحلة، خاصة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية وإسناد جهود الحكومة للتعامل معها. وفي المقدمة حشد الجهود لتوفير دعم عاجل لتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية وتلافي انعكاساتها الكبيرة.
في تعز اغتال مسلحون احد المواطنين وسط المدينه ولاذوا بالفرار. وذكرت مصادر محليه ان مسلحين اطلقوا النار على المواطن محمد شرف النجاشي الذي كان داخل سيارته في باب موسى وسط المدينه، واضافت ان المواطنين حاولوا اسعاف المواطن النجاشي الا انه توفي على الفور. وتعيش محافظه تعز انفلاتا امنيا غير مسبوق ادى الى تصاعد جرائم القتل والاغتيالات والاختطافات. يصادف هذا الأسبوع احتفال الأمم المتحدة بذكرى تأسيسها وأسبوع ما يسمى بنزع السلاح الذي يراه المجتمع الدولي والدول المصادقة على ميثاق الأمم المتحدة أياما للتوعية بمخاطر تسرب السلاح إلى يد العامة والجماعات خارج إطار الدولة. مايو من العام 2014 رفضت ميليشيات الحوثي تسليم السلاح الثقيل المنهوب من معسكرات الدولة الواقع في إطار ما كانت تسمى بالمنطقة العسكرية الشمالية. رفض الحوثيون تسليمه برغم موافقتهم وتأييدهم الانخراط في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي نص صراحة على عودة صعدة إلى حاضنة الدولة وتسليم السلاح الثقيل. ذهبت اللجنة الرئاسية إلى عبد الملك الحوثي، وفي ذات الوقت الذي كانت ترحب فيه الميليشيات صوريا بأعضاء اللجنة، كان ناطق ميليشيات الحوثي يعلن بأنه من الصعب تسليم السلاح الثقيل متحججا بأن الدولة اليمنية حينها تمر بأضعف حالتها، وقد خرج بهذا الكلام في بيان صحفي منتصف العام 2014. استمرار سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية على سلاح الدولة الثقيل أثر سلبيا على السلام في اليمن، وأدخل البلاد برمتها في حرب وبمشاركة خارجية. حاول الجميع أن يحتوي المسألة بجهود ووساطات عدة عربية ودولية، لكن القرار الإيراني كان مفروضا على يمنيين أبوا إلا أن يقوضوا سلام بلادهم ويتحالفوا مع الشيطان. استمرار سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية على سلاح الدولة وعدم قبول الميليشيات الحديث عن هذه الجزئية إلى اليوم في المفاوضات الدولية والمبادرات وسبل الحل هو من يعقد من مسألة السلام في اليمن ويعيد كل الوساطات الأممية من حيث أتت دون ما نتائج ويطيل أمد الحرب، كما أن تهريب إيران للأسلحة عبر السواحل اليمنية وأجزاء من المناطق المحررة الشرقية وتحالف البعض الخفي مع الميليشيات سبب آخر في تعقيد الأزمة. هذا ويرى السياسيون أن من الواجب على المجتمع الدولي النظر إلى هذه القضية كمشكلة دولية تهدد الأمن والسلام المحلي الإقليمي والدولي بشكل عام، وإيقاف هكذا صفقات وإلزام الميليشيات بتسليم سلاح الدولة، ولن يكون ذلك إلا بتحرك عسكري جاد ومسؤول لتخليص الشعب من حكم الميليشيات التي لا تؤمن سوى بسلطتها القمعية. معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي عبد الناصر المودع، مرحبا بك معنا في الأسبوع الدولي لنزع السلاح. كيف تفسر موقف العالم المتفرج على ما يجري في اليمن؟ مساء الخير. الموضوع برمته يعني العالم يتعامل مع الأمر الواقع كما هو. عفوا هناك صدى في الاستديو، ممكن نعم ممكن الاخوان في هندسه الصوت بس نسمعك جيدا. الان كما ذكرت لك اختي العزيزه، موضوع السلاح وحمل السلاح هذا من اكبر المشاكل في الدول التي تنهار، والميليشيات التي تقوم على العنف وعلى استخدام السلاح لا يمكن ان تسلم سلاحها الا بعد ان تهزم وينزع منها، لن تسلم اسلحتها. ميليشيا الحوثي منذ البدايه معتمده على العنف ومعتمده على السلاح، وكلما امتلكت سلاح كلما ازدادت قوه، وبالتالي هذه الجماعه لن تسلم اسلحتها. ليس لديها مشروع سياسي، مشروعها يقوم على العنف وعلى القوه وعلى اجبار الاخرين، وبالتالي بدون السلاح لا وجود للحركة الحوثية. الحركة الحوثية ليست حزب سياسي، ليست فكرة يمكن التعايش معها، فكرة في الأساس تقوم فكرة عنصرية تقوم على أن الحكم للحوثي بأنه معين من الله وأن سلالته هي سلالة مقدسة وأن على الآخرين أن يقبلوا وأن يخضعوا. هذه الفكرة لا يمكن أحد يتقبلها بدون أن يكون هناك إجبار كما هو حاصل الآن في مناطق سيطرة الحوثيين. الناس تحت سيطرة الحوثيين عبر العنف عبر القصف
عبر الإعلام، عبر الدورات التثقيفية التي هي أيضا مرتبطة بالعنف، ليست الناس لا يذهبوا للدورات التثقيفية حقهم طواعية. وبالتالي هذه الجماعة هي جماعة تقوم على إبقاء السلاح بيدها، ولا يمكن أن تسلم سلاحها. الحالة الوحيدة هو أن ينزع سلاحها عبر هزيمة عسكرية. نعم، يرى البعض بأن نزع السلاح الحوثي لم يعد حلا سياسيا، وإنما يجب أن يتم عبر مكافحة التهريب بصفة دولية. فهل يتم استبدال هذه الورقة بضغط عسكري حقيقي على الأرض؟ طبعا الضغط الحقيقي المفقود، والحرب التي تدار منذ 7 سنوات كانت حرب فاشلة بامتياز. هذه الحرب قوت الحوثي ولم تضعف الحوثي، لأنه استراتيجيتها خاطئة وسائلها خاطئة. الأشخاص الذي والقوى التي تم من خلالها مقاومة الحوثي خاطئة، وبالتالي الحوثي حتى الآن هو الطرف المستفيد والطرف الذي أدت الحرب إلى تقويته. أختي العزيزة، الحوثي الآن هو الذي يهاجم، والطرف الآخر والأطراف الأخرى هي التي تدافع، وكأن شكل الحوثي هو الدولة والآخرين هم المتمردين. عادة الدولة هي التي تهاجم والمتمرد هو الذي يختبئ، لكن بعد هذه الحرب الفاشلة انعكست الآية واصبح الحوثي هو الطرف الذي نظريا أو وكأنه يمثل الدولة، بينما الأطراف الأخرى وكأنها تقاتل الحوثي وكأنها جماعات متمردة. نعم، الكاتب والمحلل السياسي عبد الناصر المودع، شكرا لك. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الصحة العالمية تؤكد أن كوفيد-19 لم ينتهي بعد، وتدعو الدول إلى الاعتراف باللقاحات المقرة منها. ضغطنا بالحسين ما حد يلفت لهنا، أمراض الخيانة في ناس داخلون أمراض، والله ما نلقيلونش التها قبلة، حتى المخيمة تقل هنا خلين من المطار والبرد. أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا تسجيل 17 إصابة مؤكدة بالفيروس في 7 محافظات، وقالت في حسابها على تويتر إن 5 إصابات سجلت في مأرب، ومثلها في حضرموت، و2 في تعز، و2 في البيضاء، وواحدة في كل من عدن، المهرة، وشبوة. وأضافت أنه تم تسجيل 8 وفيات، 4 منها في حضرموت، و3 في مأرب، و1 في المهرة، بالإضافة إلى تسجيل 2 حالات شفاء في البيضاء. وبذلك ارتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 9711، منها 1858 وفاة، و 6309 حالات تعافٍ. وعالميا تجاوز المصابون بالفيروس التاجي حجز 245 مليون شخص في وقت يشهد العالم تفشي المتحورة دلتا وظهور متحورات جديدة. وذكرت آخر الإحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد-19 تجاوز 245 مليونا و415 ألف شخص، فيما تجاوزت الوفيات 4,981,000، وتجاوز من تم شفائهم 222 مليونا و455 ألف شخص.
سجلت روسيا 1106 وفيات مرتبطة بفيروس كورونا في أعلى عدد تسجله منذ بدء الجائحة، مع زيادة حالات الإصابة الجديدة، مما دفع السلطات إلى فرض إجراءات الإغلاق الجزئي. وسجلت الحصيلة اليومية أكثر من 36,000 إصابة جديدة، وستغلق روسيا أماكن العمل في أنحاء البلاد في الأسبوع الأول من نوفمبر، وستعيد العاصمة موسكو فرض إغلاق جزئي اعتبارا من 28 من أكتوبر، ولن يبقى مفتوحا إلا المتاجر الضرورية مثل الصيدليات والسوبر ماركت. وترجع السلطات سبب زيادة الوفيات والإصابات إلى بطء معدلات التطعيم، ولتحفيز السكان على التطعيم أصدر الرئيس فلاديمير بوتين أوامره بمنح من يحصلون على التطعيم يومي إجازة مدفوعة الأجر. قالت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية إن وباء كوفيد-19 لم ينتهي بعد، ودعت الدول إلى الاعتراف بجميع اللقاحات التي وافقت عليها الوكالة. وتجتمع لجنة الطوارئ الخاصة بكوفيد-19 برئاسة الفرنسي ديدييه حسين كل 3 أشهر لتقييم الوضع الوبائي. وهذه هي اللجنة نفسها التي نصحت في اجتماعها الثاني في 30 يناير 2020 المدير العام لمنظمة الصحة بإعلان حالة طوارئ صحية على صعيد العالم، وهي أعلى مستوى تأهب لمواجهة وباء، وهو ما فعله. وقالت في بيانها الصادر إنها قررت بالإجماع أن الوباء لا يزال يشكل حدثا استثنائيا يلحق الضرر بصحة السكان في العالم، ويطرح تهديدا بمواصلة التفشي عالميا والتأثير على حركة التنقل، ويتطلب استجابة دولية منسقة. ولا تزال اللجنة تعارض مبدأ إثبات التلقيح للرحلات الدولية نظرا إلى التوزيع غير المتكافئ للقاحات في العالم، كما تطلب من الدول الاعتراف بجميع اللقاحات التي حصلت على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ من منظمة الصحة العالمية. وفي أمريكا صوت خبراء أمريكيون لصالح تلقي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و11 عاما لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا. وسجلت في صفوف هذه الفئة العمرية أكثر من 1,000,000 إصابة بكوفيد-19 منذ بدء تفشي الوباء في الولايات المتحدة، وأدخلت أكثر من 8,300 حالة من بينها إلى المستشفى، وتوفي قرابة 100 طفل في خطوة ضرورية لآلية الترخيص في الولايات المتحدة. صوت خبراء أمريكيون الثلاثاء لصالح تلقي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و11 عاما لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، مما يمهد الطريق في حال عدم حصول مفاجأة أمام تلقيح حوالي 28 مليون طفل في الولايات المتحدة في وقت قريب جدا. النشرة مستمرة وفيها أيضا تجدد أزمة الغاز المنزلي في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية ورواجها في السوق السوداء. تم اختراق الهدنة من قبل الميليشيات الحوثية على المدنيين، قصف المدينة، وهناك إصابات وجرحى. الميليشيات تخترق الهدنة في كل يوم، وهذا ما هو إلا صاروخ من عدة صواريخ. المحاولات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وهي خروقات للهدنة الأممية، وكلما يتم التصدي وضربهم ضربا موجعا يكون ردهم ردا على منازل المواطنين وعلى المنشآت الحيوية والمصانع. فإن عرفت يا حوثي قتلي فخذ سهما من سهامي، واجمع القوم وسمي باسمك اللهم رب الغلام. لن أبرح الأرض حتى بالتقى يعلو مقامي، أو يعيش الناس بعد موتي بالسلام. من البحر يا عم الجارة رجال البر، طهر من بلادي كل حولي وتشتهر، طهر من بلادي كل حولي.
نظم تحالف شباب الأحزاب السياسية بمحافظة أبين وقفة احتجاجية أمام مبنى المجمع الحكومي بمديرية زنجبار بمحافظة أبين، تعبيرا عن رفضهم لسياسات التشويع وتردي الأوضاع المعيشية والارتفاع الفاحش في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والمشتقات النفطية والانهيار المتسارع لقيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، مؤكدين مواصلة إقامة الوقفات الاحتجاجية حتى تحقيق مطالبهم المشروعة التي كفلها القانون والدستور والأنظمة والشرائع الدينية. على أي مواطن أو على أي مسؤول هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار مما أثر على عيشة المواطنين وأصبح الوضع المعيشي صعب لا يطاق. في وقفتنا اليوم احتجاجية مناهضت على الأسعار ومطالبة تخفيفها وأيضا تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ونطالب الحكومة بإيجاد حلول عاجلة لهذا التدهور الاقتصادي المريع والوضع المعيشي الكارثي والذي يعاني منه المواطنون في شتى ربوع الوطن. الاحتجاجية التي تمت اليوم من قبل شباب الأحزاب، شباب وشابات الأحزاب والمكونات السياسية في محافظة أبين تتمثل في يعني مكافحة ورفض ارتفاع الأسعار المبالغ فيها من قبل التجار. وقفة الاحتجاجية على ارتفاع الأسعار وأغلى المعيشة التي أنهكت المواطن في جميع المحافظات في الجمهورية، ولهذا حان نطالب السلطة المحلية والدولة والحكومة أن تقوم بعملها واجبها. كما نظم العشرات من موظفي الكهرباء في تعز وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة المؤقت لمطالبة الحكومة بصرف مرتباتهم، وتعد هذه الوقفة الثانية التي ينفذها الموظفون في قطاع الكهرباء عقب توجيهات حكومية بصرف ما نسبته 50% من مرتباتهم. كما طالب المحتجون بإعادة التيار الكهربائي إلى تعز وتشغيل محطة عصيفرة. من التوجيه بصرف زيادة في الرواتب تقومون بخصم نصف الراتب، وعليه تم خروجنا للمطالبة برفع الظلم والتعسف وعدم المساس بقوت أولادنا وصرف رواتبنا كاملة، وسيتم الإضراب عن العمل بشكل كامل وعمل وقفات يومية، وسيتم عمل مخيمات إلى حين صرف رواتبنا كاملة. الراتب حياة. ألف موظف في هذه المحافظة عايشين جوع وحصار وموت من خلال ما قامت به الحكومة بخصم 50% من الراتب. ألف موظف يعني ألف أسرة كلها يعني في مهام بالريح الآن، يعني قتل مباشر من قبل الحكومة. رئيس الحكومة يوقف ب 50% لمؤسسة العامة للكهرباء منطقة تعز وجميع المؤسسات السلام رواتبها كاملة. ليش للكهرباء؟ عيدوا نشاطنا، ادعمونا بالمحافظة نعيد نشاطنا ونشتغل داخل المحافظة ونحصل على الرواتب، أما أنه يقتلك ويقسم راتبك هذا لا مرفوض. إلى ذلك ناقش محافظ تعز نبيل شمسان في لقاء مع مسؤولين من برنامج الغذاء العالمي أهم المشاريع والبرامج الغذائية والصحية التي ينفذها برنامج الغذاء العالمي في المحافظة والمعوقات أمام تنفيذ مشاريع البرنامج الأممي. وأكد شمسان أهمية استمرار تقديم المساعدة الغذائية للمواطنين بنفس الآلية السابقة المعمول بها والمعتمدة من قبل البرنامج، والعمل على زيادة حصة الدعم والمساعدة الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين. تتجدد أزمة الغاز المنزلي في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي مع انتشار واسع لها في السوق السوداء بأسعار خيالية، والميليشيا تحتجز مقطورات بل المقطورات وتمنع إفراغها في محطات التعبئة. يعاني سكان العاصمة صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي من أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي منذ أكثر من شهر، مع توفرها في السوق السوداء بأسعار باهظة. فقد وصل سعر بيع أسطوانة الغاز سعة 14 لترا في السوق السوداء إلى 14,000 ريال. مصادر محلية في صنعاء قالت إن أزمة الغاز ما تزال مستمرة في مناطقهم والتي ضاعفت من حجم المعاناة وجعلت بعض الأسر تلجأ للبحث عن الكراتين الفارغة وما تأكله النار لطهي الأطعمة، خصوصا بعد ارتفاع سعر الحطب وعدم قدرة الأهالي على شرائه. وتكتظ الأسواق السوداء في مداخل الشوارع الرئيسية وبالقرب من الأسواق العامة، إلا أن سعر الأسطوانة تجاوز قيمتها 13,000 ريال
وتذهب إلى جيوب القيادات الحوثية. ميليشيا الحوثي كانت قد وعدت الأهالي بتوفير الغاز المنزلي في الحارات والأحياء السكنية عقب مشاركتهم في فعالية المولد النبوي، على أن تعطي كل حارة وحي سكني نصيبه من المادة التي باتت توزعها بناء على الولاء للجماعة والمشاركة الفاعلة في أنشطتها وفعاليتها المبتدعة. ورغم مضي على فعالية المولد النبوي أكثر من أسبوع، إلا أن أزمة الغاز اشتدت عقب الفعالية في كافة المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية، بالرغم من وجود الغاز في خزانات الشركات الحكومية والخاصة. وتواصل ميليشيا الحوثي احتجاز مقطورات محملة بمادة الغاز المنزلي، ورفضت إفراغها إلا بعد فعالية المولد، وما تزال تحتجزها واستحوذت على عدد كبير من المقطورات وخصصتها لأهليها وأسر قتلاها، بالرغم من استحواذ على نسبة كبيرة من مادة الغاز التابعة لشركة اليمنية للغاز المنزلي وتزويد الأسواق السوداء بها. وفي الملف الاقتصادي، الحكومة اليمنية تطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم عاجل لتحقيق استقرار العملة الوطنية المنهارة، واتهامات بتحاضر حكومي تسبب بتجميد مصافي عدن. جولتنا الاقتصادية تتركز على الشأن المحلي، حيث طالبت الحكومة من دول الاتحاد الأوروبي دعما عاجلا للمساعدة على تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية المنهارة. وقال رئيس الوزراء خلال استقباله بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء فرنسا وهولندا وألمانيا والمبعوث السويدي لليمن، إن الحكومة تعتزم البدء بتطبيق خطة عامة للاستقرار الاقتصادي ومنع الانهيار وما يتطلبه ذلك من حزمة دعم اقتصادي عاجلة، وأشار إلى الإصلاحات العاجلة التي اتخذت الحكومة لوقف تداول العملة وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة لإنجازها. وتسببت الحرب على مدى 7 سنوات في تدمير الاقتصاد واستنزاف احتياطي العملة الأجنبية في البلاد التي تستورد أغلب السلع التي يستهلكها بسبب تراجع إيرادات النفط التي تشكل 70%، وتوقف المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة، ويعتمد نحو 80% من المواطنين على المساعدات، ويواجه ملايين اليمنيين خطر المجاعة فيما تصفه الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم. كشف نائب مدير مصافي عدن الأسباب التي تقف وراء توقف المصافي عن العمل منذ عام 2015، وقال إن توقف المصافي يعود لسببين. الأول جاء بعد توقف إمدادها بالنفط من مارب الذي كانت تقوم بتكريره عبر ميناء الصليف بالحديدة مع شداد الحرب منتصف العام 2015 وتوقف إنتاج النفط في اليمن بشكل كامل. والسبب الآخر هو انهيار محطة الكهرباء الخاصة بها بشكل كامل. وأضاف أن الحكومة لم تقم بدعم المصافي لبناء محطة كهربائية جديدة، وهو ما أدى إلى توقفها عن تكرير النفط حتى اليوم، مشيرا إلى أن تقاعس الحكومة دفع بإدارة المصافي للبدء بمشروع إنشاء محطة كهرباء جديدة بتمويل ذاتي من عائداتها المتمثلة في أجور تخزين المشتقات النفطية للتجار المستوردين، وأن هذه العائدات التي تمكنها من دفع رواتب موظفيها وتغطية النفقات التشغيلية في ظل عدم وجود أي دعم من الحكومة التي تكتفي بالوعود. خبراء اقتصاديون أكدوا أن عودة مصافي عدن للعمل يعد أهم الحلول لوقف انهيار العملة الوطنية من خلال خفض الطلب على العملة الصعبة الذي يشكل استيراد المشتقات النفطية 60% من هذا الطلب. أكد وزير الصناعة والتجارة خلال اجتماع بقيادة السلطة المحلية في وادي حضرموت حرص الحكومة على وضع المعالجات الخاصة باستقرار الوضع الاقتصادي، مشددا على أهمية تعزيز العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وأشاد بتجربة السلطة المحلية بوادي حضرموت التي تقدم دعما بواقع 50% لمادتي الدقيق والديزل للمخابز مقابل بيع الكيلو الواحد من الخبز بسعر 650 ريال. وأخيرا، أقرت شركة النفط بساحل حضرموت زيادة جديدة في أسعار المشتقات النفطية، حيث حددت التسعيرة لللتر الواحد من الديزل أو البترول ب 850 ريال، يصبح سعر الدبل 20 لترا ب 17,000 ريال. وقالت الشركة إن هذا الإجراء مؤقت إلى حين تستكمل لجنة المشتقات النفطية إصدار آلية عمل مع التجار الموردين الذين امتنعوا عن التوريد إلا بسعر بيع أعلى من الزيادة الأخيرة، مع استمرار رفض الشركة لذلك. وكانت نقابة عمال وموظفي شركة النفط فرع وادي حضرموت حملت الحكومة مسؤولية الزيادة الأخيرة في أسعار المشتقات النفطية، مؤكدة أن
الشركة رفضت هذه الزيادة وأخلت مسؤوليتها تجاه المواطنين الذين يتجرعون المعاناة جراء أزمة المشتقات منذ عدة أشهر. في تعز نفذ مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل ومنظمة أجيال بلاقات للتنمية والتوعية الورشة النقاشية مع ممثلي المجتمع المدني والمنظمات والقيادات النسوية على مستوى مديريتي القاهرة والمظفر بمحافظة تعز. وتعد الورش النقاشية في إطار مشروع تعزيز الوساطة المستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي وإدماجه في جهود الوساطة ومفاوضات السلام. اليوم نحن نختتم فعاليات مشروع تعزيز الوساطة لاستجابة لاحتياجات النوع الاجتماعي في محافظة تعز في مديريتي القاهرة والمظفر. يأتي هذا النشاط أو ختام الفعالية من خلال اللقاء بعدد من منظمات المجتمع المدني والقيادات النسوية على مدار يومين، بعد أن استكملنا النشاطين السابقين والذين كانا لقاءات حوارية مع اللجان المجتمعية وممثلي المجتمع وقيادات مؤثرة. وقبلها تكلل بالنجاح من خلال إعداد لجان وساطة في مديريتي المظفر والقاهرة من مجموعة من الشباب للعمل على آلية النوع الاجتماعي وإدماجه في مجال الوساطة وحل النزاعات. نشرتنا انتهت، إلى العناوين. ميليشيا الحوثي تواصل استهدافها للمناطق السكنية في الحديدة وتوقع شهداء وجرحى. الميليشيات تلجأ إلى منابر المساجد لحشد المغرر بهم إلى جبهاتها المنهارة. في الأسبوع الدوري لنزع السلاح العالم في موقف المتفرج على ما يجري في اليمن. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.